السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واخواني واهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. رحب بكم اجمل ترحيب، واليوم عندنا طور الشطراوي. طبعا هذا طور جميل جدا، واحد انواع من الاطوار الريفيه. طبعا هو طور، والاطوار تختلف من المقام اللي هي نابعه من المقام نفسه. رحب بكم اجمل ترحيب مره اخرى، واكد على الدورات الاونلاين اللي هي هذه الدورات حقيقة أونلاين مباشرة وياي، وتقدرون تتصلون. هي 8 محاضرات شهرية، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. نبدي هذا الري، أو هذا عنده سول لا ري. أوكي، نبدي بالري. هو من الصباح مباشرة غير تقاسيم، ندمج معه. شكرا لمتابعتكم، واتمنى اللايك والاشتراك بهذه القناة، وراح تستفادون اكثر خلال متابعتكم لهذه القناة حقيقة. وانتظركم بالدورات والاشتراك بالدورات حتى تتعلم الاطوار والمقامات والفرق بين الاطوار والمقامات مباشرة من الشهر الاول. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.